برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ أصابع جديدة ما فيه؟ تفضل. موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي مشهور بكنيته وباسمه، ثقة قط، مات سنة 23 و200. جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد واه، مات سنة 70 و100. الزبير بن الخريت البصري ثقة من الخامسة. خريت، نعم. ما من هو الخريت؟ نعم، الحاذق الماهر. عندما يقال فلان خريت نحرير، هذه علامة الذكاء في هذا الشخص وصاحب خبرة، خريت. نعم، أيوة. عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة قط، عالم بالتفسير، مات سنة 400. أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، أشهرها عبد الرحمن بن صخر، مات سنة 57 وله 78. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة؟ تفضل. نعم، إسناده بصريون كاملا، إسناده بصريون كاملا. طيب، عكرمة هل هو بصري؟ الجواب نعم، أصله بربري لكن هو من أهل البصرة. وأهل العلم يقولون كل من أقام في بلد 4 سنوات فينسب إليها، أما في هذا الزمان القوانين الجنسية وما شابه هذا لا يلتفتون إلى هذا الشيء. وبعض الناس يكون من البصرة ولم يعش في البصرة، شو استفدنا؟ خيرك لمين؟ لغيرك. بينما شخص يعيش في البصرة فيقتات في البصرة ويعمل في البصرة ويصرف في البصرة ويعمر في البصرة، هذا يمكث 4 سنوات لا يقال بصري؟ لا، هو بصري. نعم.